إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكل من يتابعنا داخل الوطن وخارجه. إذن فريق سبورتينغ الدار البيضاء بوصوله إلى المباراة النهائية فهذا بحد ذاته إنجاز لهذا الفريق وللفرق المغربية للسيدات لأول مرة يشارك في وصفة الأبطال الإفريقية يصل إلى المباراة النهائية، ليس بالسهل المشاركة لأول مرة ليأخذ التجربة في المسابقات المقبلة. سبورتينغ الدار البيضاء الذي خسر ب3-0، أنا أظن أن لولا الإرهاق البدني في مباراة نصف النهاية التي لعبتها اللاعبات 120 دقيقة أمام فريق ليس أيضا بالسهل وهو فريق داركوا الغني، بالتذكير أن داركوا الغني فاز على فريق الجيش الملكي في دور المجموعات بهدف 1-0، واستطاع سبورتينغ كازابلانكا أن يذهب إلى الضربات الترجيحية ويتأهل إلى المباراة النهائية ليواجه من؟ الفائز على من؟ على الجيش الملكي الذي يعج بنجوم كرة القدم المغربية للسيدات، حيث شاركنا أغلبهن في المونديال الأخير بأستراليا وخسرنا بهدف 1-0. كان من الممكن أن تكون المباراة النهائية بين الجيش الملكي وسبورتينغ كازابلانكا، لكن قدر الله ما شاء فعل. ماملودي سانداونز تتوج باللقب على حساب الفريق المغربي، كما توج أيضا فريق ماملودي سانداونز للرجال على حساب الوداد الرياضي في دور السوبر ليغا الإفريقي. نتمنى عودة الفرق المغربية لمنافسة هذا الفريق الذي جاء بقوة ليحصد الأخضر واليابس في المسابقات الإفريقية. إذن تحياتي للجميع بالتوفيق ومبروك لصندوق سيدات وعربك لفريق المغربي. نلتقي في فيديو آخر بث آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.